معاكم بعد الفاصل مع مطبخ بنات حواء. النهارده هنقدم اكلات متميزه لمرض فيروس سي، ومعانا الشيف المتميزه برضو اماني محسن، دكتوراه في التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي. النهارده هنعمل هنبدا بايه؟ انا شايفه حاجات حلوه وكلها الوان جميله. هنبدا بالعصير ان شاء الله. نبدا بالعصير، انا بوظته المره اللي فاتت، المره دي مش هبوظه ان شاء الله باذن الله. طب قولي لنا مكونات العصير. العصير عباره عن بنجر برده مسلوق. اوكي، هو عباره عن خضار. واضح ان البنجر معانا، هيبقى معانا في كذا معانا في كل حاجه ان شاء الله. تمام. كرفس بلدي، بقدونس، جزر، وعنب. وطبعا اللي بيبقى حابب ان هو يستخدم عسل نحل اوكي، ما بيحبوش وعايز يبقى الدنيا كده عنده كويسه مفيش مشكله. وميه ميه سليق البنجر معانا برضو دايما، لان هي اللي بتدي طعم مختلف للعصير، عشان ما تبقيش حاسه ان انت بتشربي حاجه مرضيه يعني مختلفه. المقادير على الهواء يا جماعه بتاعت عصير ايه بقى ده؟ قولي لنا كده. ده عصير خضار المفروض يتشرب على الاقل 3 مرات في اليوم قبل الاكل. غير عصير الفاكهه اللي احنا قدمناه المره اللي فاتت، وبرده معانا المره الجايه برده عصير جديد. خلينا في العصير بتاع النهارده. حطينا ميه البنجر. ماشي، البنجر. قولي لنا كده احط ايه تاني؟ البنجر الاول. البنجر الاول وبعدين نضربه. لا، حطي بقى كله مع بعض مفيش مشكله. تاني زي المره اللي فاتت؟ ان شاء الله. ماشي، اتفضلي انت اعملي عشان انا ما بوظش حاجه. اوكي، روحي انت اعملي عشان انا ما بوظش حاجه. انا هضرب بس في الاخر. تمام. اوكي، البقدونس. ده البقدونس. البقدونس، كرفس، بقدونس، كرفس، أيوة. ميه بنجر، عنب، بنجر، وجزر. اوكي، ان شاء الله. احنا بصرين بس الجزر علشان يبقى يسهل علينا بس كل حاجه. تمام، اتفضلي يا فندم. بس كده. بس كده. اتفضلي. انا هضربه. الطبق الثاني معانا. الطبق الثاني معانا، هنبدا بالفراخ. فراخ. والفراخ دي فراخ بلدي، بس احنا واخدين الصدور بتاعتها بس، ويعني دي افضل حاجه ياكلها مريض فيروس سي. الفراخ دي مسلوقه ولا ايه؟ الفراخ دي مسلوقه بس مش يعني سواها مش كامل عشان ما تبقاش واخده طعم المسلوق. واحنا هنديها شويه زيت رز. ايه حكايه زيت الرز دي؟ برضو انت المره اللي فاتت عملتيه. وشويه زيت زيتون عشان ما يغيرش طعم، يعني زيت الرز هيكسر طعم زيت الزيتون شويه. ناس كتير ما تعرفش زيت الرز. ناس كتير ما تعرفش زيت الرز، بس هو مفيد جدا. طيب. اوكي. احنا الفراخ دي بلدي. بلدي. ده صدر بلدي سليم. واتسلق الاول. اوكي. خلاص. هو مستوي تقريبا بنسبة 50%، وانتي بتكملي السوا بتاعه. بالنسبه لزيت الرز، هو بس عشان زيت الرز علشان الطعم بس يتغير، ما يبقاش يعني هو نفس القيمه الغذائيه بتاعت زيت الزيتون، بس عشان زيت الزيتون في ناس كتير ما بتحبوش. مع الناس كتير ما تعرفوش اصلا. هو موجود جدا، يعني موجود في كل حته. جبت رمان نسبه بسيطه جدا جدا علشان يبقى في الاخر الصدور مشويه. صويا صوص. قولنا تاني. دي صدور فراخ بلدي. فراخ بلدي. اوكي، مسلوقه. نص سوا تقريبا. تمام. اوكي، مقدرنا على الهواء من غير اي حاجه خالص، عشان احنا مش عايزين نستخدم ملح نهائي. الملح عندنا ممنوع. الملح ممنوع. هو الملح ممنوع لاي والله هو يفضل ان هو يبقى ممنوع لكل الناس، لان هو مضر جدا. انت ممكن تستخدمي بدل الملح الليمون. اوكي، حطينا بقى ليها شكل تاني مترول. وهيبقى ليها طعم تاني، ان هي فراخ مش مسلوقه. المعتاد بتاع البيت. والريحه كمان. والريحه كمان مختلف. تمام كده. اوكي. بالنسبه بقى للطبق التاني، احنا هنعمل مكرونه بس بالخضار السوتيه. بدل ما تبقى تاكلي السوتيه لوحده ويبقى برده السوتيه تقليدي، لا احنا قلنا ان احنا مش هنشتغل شغل تقليدي خالص مع المكرونه. المره اللي فاتت كان رز مسلوق، المره دي استخدمناه بالمكرونه. يعني ممكن برضو اي حد عايز ياكل رز ممكن ياكل رز مفيش مشكله. يعني ممكن نعمل الرز اللي هو ممكن نعمل رز بتاع الاسبوع اللي فات، او نعمل مكرونه دي برضو. احنا هنستخدم هنا شويه زيت رز وشويه زيت زيتون.
علشان زيت الرز بيكسر طعم زيت الزيتون شويه بالنسبه للاطفال. طيب احنا هنبدا في الطبق بتاع الخضار. ايوه ممكن ننزل بمقادير الخضار السوتيه. مقادير الخضار السوتيه. مقادير الخضار السوتيه. طب اقول انا وانت؟ لا عادي مفيش مشكله. مكرونه، فاصوليا خضراء. اي مكرونه بقى؟ اي مكرونه عادي مفيش اي مشكله. فاصوليا خضراء، بسله خضراء، هنضيف ليمون وكمون بدل الملح والبهارات العاديه. اوكي. وزيت الرز ونعناع ودبس رمان والصويا صوص. تمام. أوكي؟ حلو قوي. وبرده دي حسب الرغبه، يعني الناس اللي مش حابه صويا صوص ودبس رمان مفيش مشكله. تمام. هتشتغل بس بزيت الرز وزيت الزيتون بس. تمام. لكن هو هيدي تيست اعلى شويه. انا يعني بحييكي فعلا على موضوع ان الملح يا ريت ما يكونش فيه ملح اصلا. الملح من الحاجات المضره جدا يعني بالنسبه لنا. الملح ده بالنسبه لنا حاجه، ده في ناس بتاكل ملح كده جنب الاكل. هو احنا ممكن نستخدم مع المكرونه بدل ما نحط نعناع، ممكن نعناع او ريحان او ريحان بس حسب الناس اللي ايه بتحب الريحان. اوكي. طيب احنا النهارده القيمه الغذائيه بالنسبه للمكرونه المسلوقه معلقه واحده منها 37 سعر حراري. الدجاج المشوي، دجاج المشوي ربع منه 250 سعر حراري. معانا كمان البسله الخضراء اللي احنا دلوقتي حطيناها نص كوبايه 67 سعر حراري. واحنا تقريبا هنا مستخدمين ربع كوبايه بس بسله وربع كوبايه فاصوليا. احنا استخدمنا ربع دي. ربع وربع. تمام. لان انا هعمل طبق لحد واحد بس مش اكتر. تمام. اوكي. احنا بنقول لكم يا جماعه علشان القيمه الغذائيه تفضل فيه زي ما هي، يعني البسله والفاصوليا احسن حاجه ان هم ينزلوا على البخار ما ينزلوش على ميه على طول. اوكي. طبعا ممكن اضيف اي خضار تاني زي ما انا عايزه لو انا مش حابه البسله والفاصوليا. ماشي. بس ممكن. احنا بنقول ده تغيير للسوتيه العادي. المكرونه. طب ممكن بس نوريها للمشاهدين. بصوا يا جماعه اللون، اللون تحفة ازاي، والالوان متهيالي مناسبة جدا، غير ان هو لمرضى فيروس سي برضو. بصوا يا جماعة اللون عامل ازاي. انا بنفسي انا اوريكم. بص الالوان، يعني متهيالي ان مفيش اطفال مش هتاكل معانا في مطبخ بنات حواء. اي خضار ممكن يتحط. اي خضار انا عارفة ان الطفل بيحبه بيتحط. وبعدين الطريقه اللي احنا بنتكلم عنها دي بتدي الخضار طعم مسكر، فما بيبقاش محتاج ملح اصلا وما بيبقاش عنده مشكله مع الاكل. كلمينا على القيمه الغذائيه لاي حاجه خضراء. انا شايفه ما شاء الله كل مره لازم تكون حاجات خضراء. عامه مريض الفيروس او اللي عنده مشكله في الكبد لازم ياكل كميه خضار كتيره جدا وكميه فاكهه كتيره جدا، لان هي دي اللي بتعمل عنده حاله غسيل وتنظيف. حتى لو انا مش مريضه وبحاول ان انا احافظ على جسمي وعلى صحتي وكل الكلام ده كله. تمام. دي الطريقه الصحيحه السليمه ان انا اكل بيها. تمام. دي افضل طريقه ان انا اكل بيها. تمام. طيب احنا كان معانا يا جماعه الحلقه اللي فاتت كان في اتصال جميل جدا عجبنا، وهو كان مشاركه الزوج والزوجه او مشاركه الزوج والزوجه مع بعض اذا كان في المطبخ او في البيت عامه. خلونا نفعل هاشتاج البيت مشاركة، ونخلينا كلنا نشارك بعض كعيلة. شارك زوجتي، شارك حماتي، شارك ولادي اللي هي في البيت. واحنا بنقول لكل الأطفال يا ريت تساعدوا ماما في البيت في أي حاجة وشاركوها. ده كان اتصال من أستاذ رضا الحلقة اللي فاتت، فاحنا بنفعل هاشتاج البيت مشاركة. خلونا كل مرة ابعتوا لنا الصور، ماما شاركت ماما في أكلة، شاركت ماما في البيت، شاركت ماما في أي حاجة، شاركت زوجتك أي حاجة، فيديوهات، صور، ابعتوا لنا على رسائل صفحة برنامج بنات حواء، واحنا هنعرضها لكم ونتكلم عن مشاركتكم كمان. يلا هنعمل ايه تاني؟ هنعمل السلطة، وهي دي اللي غريبة جدا بالنسبة لنا. كل حاجة معانا جاهزة وهنزلها دلوقتي بس بعد ما نخلص السلطة. السلطة النهاردة فيها حاجة غريبة شوية،
ومش معروفه قوي. هو نوع خضار ما يعني هو مش موجود قوي بس في ناس كتير تعرفه. تمام. اللي هو السريس. تمام. او هو السريس ده قديم قوي. ايوه بالظبط كده. ايام جدي وجدتي والحاجات دي. ده من الحاجات اللي بتعالج او بتساعد على علاج الفيروس بشكل قوي جدا. سبحان الله. واحنا بندخله دايما في السلطه معانا دايما. برضو الحاجات دي كلها افتقدناها اماني بصراحه. كل يعني الحاجات دي زمان كان الناس بتاكل الحاجات كده. دي كلها دلوقتي محدش بيهتم بالخضار ان هو ياكله اصلا. او الناس اصلا بتخزن كميه خضار كبيره جدا وبتفقد القيمه بتاعتها الغذائيه ما بقاش ليها اي لازمه. لكن اللي احنا بنعمله ده عشان تبداي ان انت تسترجعي تاكلي بطريقه صحيحه سليمه. تمام. وده اللي احنا عايزين نوصله لكم يا جماعه في برنامجنا، ان احنا هناكل اكل صحي وهناكل كل الحاجات اللي احنا افتقدناها من زمان. يلا نبدا السلطه. والطعم كويس كمان يعني. تمام. مش بطعم عادي عشان يبقى احس ان انا مريضه او ان انا مش عايزه اكل ده عشان طعمه مش حلو. لا، احنا في حاجات كتير بدائل كتير اللي احنا بنقوله. احنا معاكي كل حاجه هتبقى حلوه هتبقى طعمها حلو. طب يلا السلطه نبدا. مقادير السلطه يا جماعه ننزلها على الهواء يا شباب. عباره عن خس وملفوف. تمام. وبروكلي وجزر. الملفوف اللي هو ايه؟ الملفوف اللي هو بتاع الكول سلو. تمام. تمام اوكي. وبنجر وبقدونس. ومعلقتين بذر كتان مجروش. هو ده بذر الكتان المجروش بس ايه؟ يعني هو يفضل ان هو يتضرب نص ضربه كده وقت ما انا ما هستخدمه، عشان دي حاجه من الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اعملها واركنها. يعني انا هستخدم الكميه اللي انا عايزاها يوم بيوم. تمام. تمام اوكي. فعلا ما نعرفوش ده. تمام. وهنحط على السلطه بتاعتنا زيت زيتون وليمون بقى وكمون حسب الرغبه. دي حاجه ترجع لكل واحد هو بيحب ايه. ماشي يلا. تمام اوكي. ده الملفوف ملفوف اللي كلنا بناكله كله سلو بس. يعني بناكله في الحاجات المضره ما بناكلوش في الحاجات المفيده. احنا النهارده هنعمل حاجات مفيده. وجزر. برنامجنا هنعمل كل حاجه مفيده. اوكي. وده السريس. ده شكله سريس. تمام اوكي. وهو موجود ومتوفر في الاسواق للناس اللي بتدور عليه او بتسال عليه. بنلاقيه مع الجرجير وبنلاقيه مع حاجات كتير قوي قوي. هنلاقيه مع الكزبره وهنلاقيه أيوة مع كل حاجه. ايوه بالظبط كده. هتلاقيه مع كل عشان حاجه عشان ما تقوليناش عشان ما حدش يقول ان هو مش موجود. لا دي حاجه موجوده. تمام تمام اوكي. ده الكرفس. والمفروض مريض الكبد يستخدم دايما الكرفس في الشرب كمشروب. ورا ولا قدام؟ البقدونس كده اوكي. وده البروكلي. البروكلي ده مسلوق مش ني وبيتسلق ويتحط في شويه ميه ساقعه علشان يفضل بنفس اللون. وده تمام. والبنجر برده مسلوق اوكي ومسكر. طيب. يعني البنجر بمجرد ما بيتسلق بيبقى حاجه مسكره ما بيبقاش حاجه خضار. ماشي. ودي السلطه. معلش يا اماني بس عشان في ناس كتير قوي ما تعرفش موضوع البنجر ده بيتسلق ازاي. البنجر كنت عايز اسالك المره اللي فاتت. البنجر بيتقشر اوكي وبيتقطع يعني عايزه بقى تقطعيه سلايس عايزه تقطعيه مكعبات صغيره زي ما احنا مقطعينه مش مشكله. دي مش ما فيهاش اي مشكله خالص. وبتبداي بعد كده تصفيه من الميه بتاعته بس ما تسلقيهوش في كميه ميه كبيره. اسلقيه في كميه قليله جدا عشان تعرفي ان انت تاخدي الفايده بتاعته او القيمه الغذائيه بتاعته. المنظر جميل جدا زي ما بنشوف كده الصور اللي على النت. يعني بصي يعني احنا بنشوفها الصور اولا انت حضرتك لو انت كلتيه كده وانت حضرتك اللي كلتيه. حضرتك انا اللي هاكل دلوقتي. حضرتك كولي كده ودوقي. البنجر ما دقتوش المره اللي فاتت دقته مسكر. هو بمجرد ما بيتسلق هو والجزر بيبقى حاجه مسكره. ما بيبقاش حاجه من ضمن الخضار. وده بنشوف عند راجل ونسيبه ونمشي. بذر الكتان المجروش او مضروب شويه خلاص اوكي. وهنحط شويه زيت زيتون. تمام تمام اوكي. وشويه ليمون بس يا ريت ما نكترش من الاحماض. الليمون لمريض الفيروس. تمام خلاص. نستخدم ليمون بس نستخدم بنسب بسيطه وما نستخدمش ملح يعني نستبدله مكان الملح. ماشي. النهارده يا جماعه حلقتنا في مطبخ بنات حواء بتتكلم عن مرض فيروس سي. كل اكلاتنا النهارده صحيه جدا. يلا نغرف. اتفضلي اغرف انت وانا هكمل. حاضر. ممكن اكمل انا كمل. ممكن تكملي. اكمل العصير ولا ايه؟ طيب ماشي غرفي انت وانا اكمل العصير. اوكي. المشاهدين هيستغربوا من موضوع العصير ده بس هو يا جماعه مفيد جدا جدا وطعمه كويس جدا على فكره ما فيهوش اي مشكله خالص يعني. تمام. طبعا انت قلتي ان احط
عسل عسل أبيض. ممكن نحط عسل أبيض. ممكن. ما فيش مشكلة. خلاص كده. خلاص كده. اه تمام. اصل ده عصير خضار مش عصير فواكه، فمش هيديكي لون غير ده. ده العصير يا جماعه كان ميه بنجر صح؟ ايوه ميه بنجر، بقدونس، ايه تاني؟ ميه بنجر، بقدونس، وبنجر، وجزر، وكرفس، وعنب. وعنب اظن العنب هو اللي هيسكره لوحده، متهيألي العنب هيسكره وفي نفس الوقت هيدي طعم بس مختلف شويه. مش محتاج حاجه. طيب ده العصير يا جماعه اهو، احطه فين؟ شباب احطه فين؟ طيب اوكي. كان معانا النهارده فراخ بلدي، نرجع تاني للفراخ البلدي. سلقناها وحطناها على النار، شويناها مع دبس الرمان، مع دبس الرمان وشويه صويا صوص وشويه زيت رز. تمام. وزيت زيتون. تمام. وايه تاني عملنا؟ ايه تاني وعملنا؟ طبق المكرونه بالخضار. قولوا لي احط ده فين؟ حطه هنا. احنا بس هنستبدل الليمون مكان الملح. اوكي مكانها هنا. مكانها هنا. احطه لكم فين؟ اصل هو عاجبني. عجبني وهاكله دلوقتي. وهاكله. طب بعد الحلقه. ماشي قولي لنا بقى عملنا ايه تاني يلا. عملنا، قلنا اتكلمنا عن العصير وان هو حاجه مهمه جدا ومفيده، ويا ريت نستخدمه على مدار اليوم 3 مرات قبل الاكل. تمام اوكي. تمام. السلطه بتاعتنا فيها حاجات كتير جدا جدا متنوعه ومختلفه، ومش هي دي السلطه التقليديه اللي احنا بناكلها في البيت. تمام. عملنا سلطه، عملنا فراخ، عملنا مكرونه. كانت حلقتنا النهارده مميزه جدا لفيروس سي، وان شاء الله كل حلقه هنعمل مرض مختلف. فعلوا لنا هاشتاج البيت مشاركه، ابعتوا لنا على صفحه البرنامج. اشوفكم على خير، هستناكم الخميس اللي جاي. مع السلامه.